مدير الشؤون الفنية في شركة روتانا السيد محمود موسى، أهلا وسهلا فيك دائما عبر ميوزك نيشن. حبيبي اسمي مرسي لك ومشكورين على مجهودك دائما اللي عم تعمله، وأنا بحبكم كتير وبحب خي خالد كتير كمان، ان شاء الله بدلوا بهالمجهود الحلو. لا شك استاذ محمود، اليوم نحن باطار اطلاق كليب جديد للفنان عامر زيان واغنيه لبنان بده حبابه، ويمكن عامر اليوم من نجوم الشباب، نجوم روتانا اللي عم ياخذوا حقهم فعلا وعم تهتم فيهم روتانا كما كل النجوم في الشركه. هو عامر يعني مجتهد وبيحب شغله ومسابر على شغله هذا، وبعدين كل واحد مجتهد وهذا لازم بالنهايه يعني يتكلل هالمجهود بنجاح ان شاء الله. استاذ محمود، قد ايه برايك اليوم يعني بتعتمدوا او فينا نقول بتضمنوا انه هن النجوم بكره رح يكونوا؟ لانه اكيد ما في حدا، ما في اي نجم ممكن يكون نجم اليوم وبكره وبعدين وبعد سنين، فاكيد بدك نجوم جديد. ما في شك يعني، نحن بنعمل اللي علينا، والباقي طبعا النجاح هذا تبع رب العباد اساسا، والمجهود اللي بنعمله والفنان المجهود اللي بيعمله لازم يوصل لطريق نجاح باذن الله. خطتكم هناك من خطة أكيد جديدة عم نشوفها، يعني عم تتبلور شوي شوي، فينا نقول إن من ناحية التلفزيون محطات روتانا شوي عم تتغير، اليوم عم نشوف في تطور عم بيكون حتى من ناحية الأوديو. يمكن معظم نجوم العالم العربي اليوم هن ضمن كنف شركة روتانا، ففي هل هناك من خطة استراتيجية مقبلة جديدة؟ وفي عنا خطط كتير بس مؤجلة بسبب الأوضاع الراهنة بجميع الدول العربية. أنت شايف اليوم إنه الأوضاع مش مستقرة ومش بان شاء الله، بس هيك تبين الرؤيه انه شو حيصير بالوطن العربي. في اشياء كثيره طبعا، في انتاجات كثيره وفي اصدارات كثيره مؤجله، ومنتظرين هالوضع السائد في منطقه الشرق الاوسط، وان شاء الله يعني الامور تتبين خلال الشهرين اللي جايين. ميوزك نيشن وان وورلد.